بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى سأريكم طريقة عمل هذا الموديل على شكل، هو فستان على شكل بلوزة طويلة بتقطيعها هكذا في الظهر وأيضا في الأمام، فيها تقطيع هنا وفي الأمام أيضا كما تشاهدون، في جيوب على الصدر وشريط الأزرار وأيضا هذا المطاط في الخصر، شريط الأزرار بطريقة مختلفة على التي سبق أن شرحت. هذا شريط الأزرار بتبطين منفصل، وسوف تشاهدون طريقة بكول اوفيسي او الياقه الصينيه، الكول الصيني هو هذا. ايضا الباندا ايضا مختلفه على الباندا التي سبق ان شرحت في القناه بطريقتين، هذه باندا بفتحه، هذه فتحه يعني ليست الفتحه فتحة الخياطة، إنما هذه فتحة نشقها في الكم ونعمل لها بي. يعني كل هذا سوف تشاهدونه في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لتفصيل هذا الموديل أخذ ورق الباترون ثم أبدأ بوضع المقاسات، نعتبر ان سابدا من جهه الخلف، يعني هذا الجزء اعتبر ان هذا الجزء هو جزء الخلف. نضع مقاس الكتف من هنا، يعني هذا هو منتصف الكورساج. بالنسبه للكتف تساوي 30 سنتيم، نضع مقسوم على 2 زائد 1 هي 20.5، 20.5 سأضع هنا في العنق، لأن العنق سيكون فيه كول أوفيسي، سأركب له كول أوفيسي، لهذا يجب أن لا يكون عندي العنق دورة العنق واسعة، لأن كول أوفيسي من المعروف أنه يكون مجموع على الرقبة. سأضع 7 سنتيم، وأنزل بإثنان جهة الظهر، إثنان أميل الكتف 3 سنتيم، أنزل هنا ب 24 سنتيم من نقطة الكتف، انزل ب 24 سنتيم، وضع نقطتين كي يسهل علي رسم الخط، هي 24 سنتيم، ارسم خط الصدر. من هذه النقطة انزل طول الظهر، طول الظهر
عندي 41 سنتيم، 41 سنتيم يعني في الخصر، جهة الخصر. أنزل بارتفاع الخصر من في جهة الأمام، وأيضا جهة الظهر أحسب طول الظهر من الكتف إلى الخصر. ولكن ملاحظة هامة جدا، لن أخذ فقط طول الظهر أو طول الأمام فقط، وإنما سأضيف عليه 3 سنتي. لماذا؟ لأن هذا الموديل هنا يعني في هذا المكان في الخصر سوف يكون في شريط مطاط، إذن يجب أن يكون عندي هنا راحة عند اللبس، تكون راحة لا يكون مشدود يعني على الجسم، يجب أن تكون هنا راحة. لهذا سأترك تقريبا 3 سنتيم زائدة، سأضيف 3 سنتيم. أنا عندي 41، سأضع 44 سنتيم، سأضع 44 سنتيم، أضيف لها سنتيمترين للخياطة. سنتيمتر سوف يكون هنا، يعني سوف يذهب هنا في خياطة الأكتاف، وسنتيم هنا، إذا سأضع في المجموع 46 سنتيم. 46 سنتيم. سأضع إذا 116 مقسومة على 4 تساوي زائد 2 2 زائد 4 33 سنتيم. 33 سنتيم هنا، 33 سنتيم. ثم هذه النقطة، يعني نقطة هذه النقطة، أسقطها هنا كي أرسم حردة الإبط. أنا عندي هنا في هذا المقاس 20 ونصف، أضع أيضا هنا 20 ونصف هكذا. هذه المسافة ارتفع بها هنا، عندي 12 12، ادخل هنا، سادخل ب 4 سنتيم، لان هذه المسافة عندي كبيرة، عندي الجزء كبير، لهذا سادخل ب 4 سنتيم. كلما كانت هذه المسافة صغيرة، كلما كان هذا العدد الذي تدخلين به هنا صغير. مثلا الأطفال ندخل نصعد بسنتيم، سنتيم ونصف، للكبار نصعد بثلاثة سنتيم، أما إذا كان الصدر كبير نصعد بأربعة سنتيم. إذن هذه النقطة، و يعني هنا هذا المكان أمشي هكذا تقريبا يعني بخط مستقيم، ثم أرسم الآن. بالنسبة للخصر، سوف أضع مقص الصدر، أضعه في الخصر، أنقص سنتيم سنتيم واحد فقط. إذا عندي هنا 33، أضع هنا 32، لأن هنا سوف يكون عندي شريط لأجمع به يعني الخصر، أو شريط مطاط. لهذا سوف أترك الخصر هكذا، إما أتركه هكذا، إما أدخل به
تدخل ب سنتيم واحد. أعمل القصة التي تكون هنا في الظهر. إذا أنزل من خط الكتيف بعشرة سنتيم، 10 سنتيم من خط الكتيف، هيا 10 سنتيم، عشرة سنتيم، وأسطر. الآن أنهينا عمل جهة الظهر، سوف أقطع وأنتقل لرسم جهة الأمام. ها هو جهة الظهر، قطعت جهة الظهر، سوف أرسم جهة الأمام. طبعا يعني في جهة الأمام كما لاحظتم في الموديل سوف يكون لها شريط الأزرار. إذن أترك 4 سنتيمات. أنسخ جهة جهة الأمام. إذن قلت أنه هذا هو، الآن هذا هو منتصف الكورساج، هذا هو منتصف الكورساج، منتصف الكورساج هو منتصف، هو منتصف شريط الأزرار، يعني أنه سوف أضع أو سأضع يعني 2.5، 2.5 2.5 هذا هو شريط الأزرار. نستخدم هذه الطريقة كي تعرفوا كم سوف تضيفون لشريط الأزرار. هذا هو شريط الأزرار. إذن سوف أضيف لشريط الأزرار 1 سنتيم للخياطة، لم أضيف له تبطين شريط الأزرار، وإنما سأضيف 1 للخياطة فقط، لأنني كما قلت سوف أضع له تبطين منفصل. إذن سأضيف 1 سنتيم للخياطة، 1 سنتيم للخياطة. واحد سنتيم من الخياطة. خلاص هذا هو. إذا سأعمق رقبة الأمام ب7 سنتيم من خط الكتف، من خط الكتف أنزل ب7 سنتيم
لانني كما قلت انه هذا الكول ساركب له شريط كول اوفيسي او الكول الصيني، ويكون هو يكون مجموع على اللعبة. ثم ارسم هكذا بشكل كانه هكذا، لن يكون، لا يجب أن يكون بهذا الشكل وليس هذا بهذا الشكل، إنه بهذه الطريقة سوف يكون واسع من هنا. دائما عندما نركب يعني القول يجب أن نقور الرقبة بهذا الشكل كأنه ليس دائري، كأنه بيضاوي وربع بيضاء. إذن قلت هكذا في هذا الشكل، هذا أول تعديل. ثانيا نعدل تقويرة الأبد. إذن نعدل تقويرة الأبد. تقويرة الأبد فيها أنا وضعت 24، ولكن إذا حسبت من هذه النقطة نقطة الكتف سأجد 23، يعني من هنا 24، من هنا 3، من هنا 21 مقسومة على 2، سأخذ منتصف هذا الارتفاع، ارتفاع التقويرة منتصفه هنا، وأدخل بسنتيمترين أو سنتيم ونصف، وأعدل التقويرة هذا أول شيء. ثم أخذ المنتصف من هذا المكان، من هنا سوف يكون عندي التقطيعة الأخرى، يعني عندي هنا 11 سنتيم، سأنزل من خط الكتف سوف أنزل ب 14 سنتيم، من هنا 14 سنتيم، لأن أخذت منتصف الكتف، يعني من هذه النقطة إلى هذه النقطة ستكون 11، ولكن من الكتف إلى هذه النقطة ستكون 14، لأن هنا 3 سنتيم. ستكون التقطيعة. سوف إن شاء الله تعالى سوف أريكم طريقة عمل بانسة الصدر التي تكون يعني هنا تحت الإبط، ودورها أنها يعني ننزع بها الزوائد أو التكدسات التي تكون هنا يعني تحت الإبط. دل عمل هذه البانسة الجانبية، هذا هو خط الصدر، هذا هو خط الصدر طبعا، يعني هذه جهة الأعمال. أنزل من خط الصدر بستة سنتيم، خط الصدر 10 سنتيم، على خط الصدر هي نصف المسافة بين الحلمتين. من هذه النقطة، من هذه النقطة أرسم خط من هذه النقطة إلى هذه النقطة. أرسم خط بهذا الشكل هكذا، وسوف أنزل هنا، سوف أنزل بسنتيمترين فقط، ممكن أن تنزلوا بثلاثة سنتيم، أنا سوف أنزل فقط بسنتيمترين. بالنسبة لطولها يعني طول هذه البانسة سوف أضع 10 سنتيم، يعني طولها على حسب
طولها على حسب الصدر، على حسب الصدر. فإذا كان الصدر كبير جدا أضع الطول 12 سنتيم أو إلى حد 14 سنتيم. إذا كان الصدر متوسط أضع 10 سنتيم، وإذا كان الصدر صغير أضع 8 سنتيم أو 7 سنتيم. من هذه النقطة إلى هذه النقطة نرسم البانسة، وهذه هي البانسة، هذه هي البانسة. سيكون عندي هنا يعني هذا سنتيم خياطة الذي سأخيط معه سطين المنفصل. هنا ملاحظة هامة جدا بالنسبة للأمام والخلف، سوف يكون عندي هنا لأنني تنيت قيمة البانسة، ربطت قيمة البانسة هنا وتنيتها، تنيت قيمة البانسة، إذن سوف يكون عندي فرق بين الظهر والأمام. إذن لهذا سوف أنقص قيمة البانسة من جهة الظهر، يعني 2 سنتيم سوف أنقصها من الظهر كي يكون عندي نفس الطول، يكون عندي نفس الطول. انظروا التفاوت هنا واضح. نقطع هذا الجزء في جهة الأمام وفي جهة الظهر. جهة الظهر أيضا الآن سوف نفصل على التو
ان شاء الله تعالى. اذا هذا يعني هذا هو الصعب في الامر، يعني هو الجزء الفوق، الجزء الفوق هو الاصعب. اما الجهه السفلى لا نحتاج لها الى باترون، لان تكون سهله جدا، فقط نثني الثوب على 4. ونفصل، ساريكم الطريقه، تابعوا معي فيديو التفصيل على الثوب.